السلام الله عليكم. لا شك أنك قمت بمشاهدة مجموعة من الإعلانات الخاصة بهاتف هواوي EX7 برايم 2019، والبارحة كان هو أول يوم للإطلاق البيع الرسمي في مجموعة من الدول العربية. اليوم نتطرق إلى عمل ريفيو للهاتف، ولكن سنقوم بالتحدث عن مجموعة من الأشياء المهمة التي ستعطيك القرار في الشراء أم لا. اليوم سنقوم بالتحدث عن العيوب والمميزات الخاصة بهواوي EX7 2019 برايم، فلنبدأ. أول شيء قبل البداية، تريد أن تقوم بالتعرف على ماذا يوجد في العلبة. أول شيء يوجد الهاتف، رأس الشاحن بقوة 5 فولت، سلك USB ويأتي من نوع ميكرو USB، الضمان وتسريب التعليمات، سماعة الأذن، كوفر خاص بالهاتف، ولاصقة لحماية بلاستيك الشاشة. هذا كل ما يوجد في العلبة. الآن سنقوم بالذهاب للتطرق إلى المميزات الخاصة بالهاتف وبعدها العيوب. بالنسبة لمميزات الهاتف، فالهاتف يأتي ببطارية كبيرة وتكفيك معك لليوم بأكمله، بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، شاشة كبيرة على شكل نوتش واتر دروب تقدم أداء جيد. يمكنك أيضا تقوم باستخدام شريحتين اتصال وكارت ميموري خارجية في وقت واحد. بالنسبة لكاميرا السيلفي، فهي تأتي ب 16 ميجا بيكسل وتقدم أداء مميز مع صور واضحة جدا. الهاتف يشتغل بمستشعر البصمة وأيضا بتقنية الفيس آي دي. وأخيرا مسك الهاتف، كما ترون الهاتف يأتي مع الحناءات في الدار تجعلك أن تقوم بمسكه بيد واحدة والتحكم فيه. الآن دعونا نقوم باكتشاف ما هي عيوب هاتف هواوي EX7 2019 برايم. أول شيء لن تحبه في EX7 2019 عدم دعمه لتقنية الشحن السريع، فالهاتف يمكنك تقوم بشحنه في ساعتين وثلث، وهذا يستغرق وقت كبير إذا كنت تريد أن تقوم بالخروج سريعا. الهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع، وهذا شيء لن تحبه في الهاتف لأنه يسهل خدشه وتبصمه أثناء استخدامه بسهولة. الهاتف يأتي بدقة HD Plus وليست Full HD Plus كمجموعة من المنافسين في نفس الفئة من الثمن. أيضا لا يدعم نظارات الواقع الافتراضي، ولا توجد طبقة حامية على شاشة الموبايل. أيضا في الكاميرا لا توجد خاصية العزل أو البورتريت للتصوير بالكاميرتين الأمامية والخلفية. لهذا كما ترون هذا الفيديو قمت بتقديم لكم عيوب الهاتف ومميزات الهاتف هواوي، ويبقى الاختيار لك في الشراء أم لا. إذا كانت أي تساؤل أو أي توضيح آخر يمكنك تقوم بكتابته في التعليقات، وسأكون سعيد بالرد عليه. نلتقي إن شاء الله في مراجعة سريعة أخرى. لا تنسوا الضغط على لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أن تقوم بنشر هذا الفيديو مع أصدقائك الذين يريدون أن يقوموا بشراء هواوي EX7 2019 في إفادتهم لأخذ القرار للشراء. وبهذا تنتهي حلقتنا هذا اليوم. أتمنى أن تنال إعجابكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.